وانا كنعاني التريبورتور، التريبورتور صدعونا دير البلاكا دير البلاكا دير البلاكا دير البلاكا، مشيت بغيت ندير البلاكا، انا التريبورتور خمس شهور وهو مريح عندي، ما كنخدم ما كنرد، ما انا طالب معاشو، وانسان صالح، مواطن صالح، ما عندي صوابق، ما عندي فهمتي ولا لا، انسان في شكل وباغينا الحلال، فهمتي، مشيت باش ندير التريبورتور لا فيزيت، ها لا فيزيت ها هي، ها هي، دوزوا لي لا فيزيت فيها 16 رقم. فهمتي عطاوني ورقه ديال لا فيزيت مشيت كنخلص 12000 ريال و100 ها هي دار الضريبه ما قالوا لي والو جيت عاود ثاني مشيت عبرت الموتور هذا العبار هذا بغيت نعرفو انا اشنو هو هذا العبار عبر الموتور في المرشي وبالخصوص في المرشي هذا العبار اش كيعني هكاك فلوس كدير ملي جيت بغيت ندفع الدوسي زير رانديفو ها الرانديفو ها هو فهمتي ولا لا قيلي زير الوراق ها هي الطواف داروا لينا ملي جيت كنشوف بغيت ديت الدوسي باش الريسيبي سي ديت لهم هاد الوراق ديال لا فيزيت هادي ديال الدار الضريبه هي فيها 12100 مشيت بغيت الريسيبي سي قالك لا ما نعطيوكش الريسيبي سي علاش قالك الرقم فيه 16 رقم موتور فيه غير 16 خصو 17 وكنقول لهم انا بانه لا فيزيت دازت ليا فيها 16 رقم لا فيزيت اللي دازت ليا ها هما مقيدين ليا 16 رقم 16 رقم اللي كاينه في الموتور واش انا اللي طبعته اه هو الموتور خارج مطبوع فيه 16 رقم وكوك الحق فاذا بهم لا من ريسيبي سي وليك غتمشي وغتمشي لاميزو وغتهز الطواف عاوتاني تجيب هز الموتور ما عندي كيما ديروا لي غير ريسيبي سي باش ندير لاسيرونس باش ما البوليس ما اديونيش في الطريق باش نمشي ندير قانون ديالي حنا بغينا القانون اي ماشي مشكل حنا نايدوا هذا القانون ولكن هذا الشيء كامل تخطيط انا ورطوني دابا هو دوسي كامل 12100 واحد 1000 درهم خسرتها وانا غطالب معاش وما عنديش ما خدام مرد ما عندي لاكيس ما عندي والو ونتسخسيخ وكنجري وكنجري على عائله عندي امي عندي خوتي عندي خواتاتي كنجري عليهم كنمولهم وتسخسيخ على والو انا دابا واقف هاد الدوسي كومبلي في يدي ما بغاوش يقبلوه ليا في سيرفيس ديمي قالك لا غتمشي وانت دابا شنو كطالب؟ كنطالب انا لا دامل انا اضطريت باش نبيع الموتور غير بوالو كاع ونحيد عليا انا هاد الصداع ولينا حنا فين ما درنا التريبورتور انا انسان صالح ماشي كلشي مجرمين والمجرم الى مجرم اللي مجرم شدوه ديوه عاقبوه وربيوه على الجريمه ديالو فهمتي ولا لا كاين الناس الصلاح باغيين ترزقوا الله وانا كل حنا رزق الحلال حنا ماشي حنا الشيب ها هو فهمتي ولا لا حنا بغينا رزق الحلال ماشي كلشي تريبور وليتي فين ما درتي مول تريبورتور مول تريبورتور مول تريبورتور مول تريبورتور عيب هادشي حنا ما بغيناش هادشي يوقع لنا في البلاد ديالنا او بغينا انسان الامور تكون مزيانه هادو سي كومبلي دابا طالع ليا ب 1000 درهم قالك لا ما نطبعوش لك سير هز موتورك ودير لاميزو وطوف عاوتاني دير طواف اخر انا ما نكرهش انا يقدروا ما مشيت لعندهم عاود رجعت لعندهم ما قال لك والو حنا ما نقدروش ما نديروش خصك 17 رقم كنقول لهم انا الموتور راه خارج هكاك ولكن الرقم انت قلت لي عندك 16 رقم في الورقه يعني ناقصك رقم واحد هذاك الرقم اللي ناقص يعني من ناس ناقص ما عرف ما فهمتش ما فهمتش انا راه الموتور تا هو فيه 16 رقم راه حيت ملي مشيت لا فيزيت ها لا فيزيت دوزوا لي داك الارقام اللي كاينه في الموتور هي هذه ها هي 16 رقم واللي عندي في الكارت كريز 16 رقم قلت له ودي راه لا فيزيت مشيت دوزتها ايوا نتوما ملي بغيتو ديروها كونتاكتيو مع لا فيزيت في الاول ماشي تخليوني انا تخلص 12100 ها هي شد الصف تسخسيخ دير من هنا سير عبر ها هي ها العبار سير قيليزي ها انت دير هنايا دير فوتوكوب في الاخر لا من ريسيبي سي واش ليك ما نعطيوكش ريسيبي سي اودي الله يهديكم عطيونا هاد الدوسي اللي كطالبوا منها ها هو كامل كومبلي ومكمول وتبديتي تغوت مشكله الى الله المشتكى هذا هو اللي كنقول ما كروش ريبيتي وسنا الدوسي ديالنا هذا ولا انا نضطر غنبيعوها بجوج ريال وندي نبيعو للكيلو صافي بجوج ريال ونضيع في موتور ديالي هكا كنترزق به الله حلال ما مجرمين ما مبليين ما كناكلو قرقوبي ما كنشربو شراب ما كنكميو حشيش بغينا ناكلو الخبز ونرتاحو